السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا المغرب يفصح عن مشاعره الحقيقية نحو دولة إسرائيل. قالنا أنا انتمائي ليس المخزن، على كل حال مش الشعب المغربي، مش الشعب المغربي كله، أنا انتمائي هو الانتماء لكل الإمارات والمماليك، اللي هو التطبيع مع إسرائيل. وهذه زكارة في الجزائر، زكارة في الجزائر، يربحنا في العيب. درك الجزائر ما علينا إلا أن ننتبه إلى الخطر المغربي، لأنه يشكل الآن أكبر حجر عثرة في المنطقة كلها. نتمنى إن شاء الله يحط الشعب الجزائري يده في يد الجيش الوطني الشعبي، ويتمسك بالمبادئ نتاعو. والعدو راهو باين درك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.